كنا من المحظوظين ان صاحب الجلاله عطانا واحد لي بيسيكليت ديال السياحه. كاينين واحد الناس اللي ما فهمناش، مره تيكونوا دوك لي بيسيكليت ديالنا مره ماشي ديالنا، لدرجه ان واحد المره داروا واحد الاشهار في لا بيسيكليت ديالنا. ملي سولناهم هذا الاشهار هذا ما المحل ديالو، حنا ما مسينين على حتى شي ورقه باش يتحط هذا الاشهار. قالوا لنا على ان هذا الاشهار هذا ما غادي تستافدوا منه والو، واللي حيدو غادي يتسال قانونيا. قلنا ماشي مشكل، مشينا في الطريق ديالنا. مؤخرا جينا ناخذوا لا بيسيكليت ديالنا، هبطنا نقلبوا باش نشوفوا لي بيسيكليت ديالنا ونشوفوا واش خصها، باش نبداو من بعد هاد الظروف اللي كانت ديال كورونا ومن بعد التوقف منعونا. قال لك ما يمكنش تاخذوا هاد لي بيسيكليت. حنا بغينا نعرفوا واش هاد لي بيسيكليت ديالنا ولا ديالهم. حنا عطانا صاحب الجلاله، هما باغيين يقلعوا لينا، هادشي اللي بغينا نعرفوا حنا علاش. بالنسبه للمشكل ديالنا حنايا، فهمتي اننا حتى حنا ما استفدناش. اننا ملي كان دخل الكونفينمون الكوفيد 19، فهمتي ملي كان المشكل هذا تقريبا جميع القطاع السياحي فهمتي ما تنستافد. حنا تنشجعوا حنا السياحه، فهمتي نخدموا في السياحه، ولكن ما استفدنا حنا ما والو من هذا الكونفينمون. حنايا فهمتي ما خدينا لا تعويض لا والو، حنا غاش غادي ناكلوا. فهمتي حنا مادام اننا حنا كنخدموا في الدومين ديال التوريزم، واننا كنا تنجريو في هذا المشروع هذا باش على اساس اننا ننجحوه بالغالي وبالنافذ. ضحينا بزاف الحوايج باش اننا ننجحوا هذا المشروع هذا. جا الكونفينمون حبس لنا كلشي، حنا ما استفدناش حيت ما عرفناش راسنا واش حنا معترف بنا من طرف وزاره السياحه او لا. بقينا بين بينين، ما عرفناش حنا واش فهمتي واش حنا خدامين في التوريست او خدامين في شي حاجه اخرى. هذا هو المشكل. المشكل ديال المطايب ديالنا حنا طلبناها اننا تكون عندنا رخصه بالنسبه للمرفأ السياحي، هو ان لي جازون دو فواياج ولي زوتيل هما اللي عندهم العلاقه بهذا المجال هذا. علاش؟ حيت فين ما كنمشيو عندهم تيقول لنا خاص تكون عندكم غير الرخصه ديال البور نخدموا معاكم حنا، ماشي مشكل. لقينا ان الرخصه ديال البور طرح لنا واحد العائق كبير 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 بزاف، على اساس ان فهمتي ان خاص ضروري يكون عندنا الرخصه باش ندخلوا، باش نهزوا لي توريست من العبارات الى خارج المدينه القديمه، او من المدينه القديمه الى داخل المرفأ. هذا هو الاشكال اللي عندنا دابا حنا. وكما قلت لكم فهمتي حنا ما لاقينش ما ناكلوا، باش غادي نعيشوا، باش غادي نسيروا الامور ديالنا. هذا هو الطلب ديالنا فهمتي، وكنطلبوا شخصيا من وزاره السياحه ان شاء الله ومن وزير السياحه انه يعطينا واحد الالتفاته ان شاء الله، باش حنا نعرفوا راسنا واش في الدومين ديال السياحه او شي دومين اخر. حنا لي فيلو ملي كنبغيو نهزوهم فهمتي، ملي كيبغيونا هما تعيطوا لينا كنكونوا حاضرين معاهم فهمتي، كنكونوا حاضرين معاهم، كنجيو نحضروا معاهم الاجتماعات. ملي كنبغيوهم حنايا مثلا كنصيفطوا لهم طلبات، لا ما كاينش شي واحد كيستجيب للطلبات ديالنا، او قدمنا بزاف ديال الطلبات للسيد الوالي شخصيا اننا نجلسوا معها اطيط اطيط فهمتي راسا في راس، ولكن ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء كامل.